للمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. يعني أريج، تقريبا منذ أسبوعين ينتظر الجميع ما سيصدر من الرئيس الروسي، تفاصيل أكثر عن هذا المرسوم وعن دخوله حيز أيضا التنفيذ في أول من فبراير. نعم كارولينا، هذا المرسوم كما ذكرت كان منتظرا منذ أكثر من أسبوعين مع دخول الإجراءات الغربية حيز التنفيذ وبعد الإعلان عنها من قبل مجموعات السبع وانضمام عدد من الدول الغربية إلى هذا السقف السعري على النفط الروسي. توعد الجانب الروسي كما نتذكر في عدد من المناسبات بتحضير رد، ثم قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي بأنه سيصدر مرسوما رئاسيا يقضي أو يجمل من خلاله الرد الروسي على هذا الإجراء. طبعا الرد الروسي فيما يتعلق بإجابة موسكو على هذه الإجراءات جاء في إطار ما كان قد أعلن عنه سابقا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، والذي كان قد تحدث عن أن موسكو ستمتنع عن توريد نفطها أو مشتقاتها أو منتجاتها النفطية والبترولية للدول التي توافق بشكل مباشر أو غير مباشر في عقودها أو الشركات التابعة لهذه الدول على السقف السعري المفروض من قبل طبعا دول غربية. أيضا الكرملين، هنا يجب أن نتذكر تصريحا لدميتري بيسكوف الذي سئل أيضا عن سبب الذي يدفع موسكو طبعا إلى القيام بهذا الرد، لطالما كان السعر المحدد من قبل الدول الغربية يندرج في إطار سعر السوق بالنسبة للنفط الروسي، فكان جواب دميتري بيسكوف حينها بأنه إن وافقت موسكو على السقف الحالي، السقف المفروض من الغرب حاليا، فربما سيتدنى هذا السقف مستقبلا وسيصبح غير مناسب بالنسبة لروسيا وميزانيتها واقتصادها. تلافيا لمثل هذه التأويلات المختلفة والمقاربات المختلفة، روسيا لا توافق على وترفض هذا الإجراء جملة وتفصيلا من وقت صدوره، وترد عليه بما قالت أنها لن تورد نفطها أو منتجاتها للدول التي توافق عليه، وذلك بدءا من الأول من فبراير كما ذكرتي العام المقبل وحتى الأول من تموز يوليو. طبعا مرسوم فلاديمير بوتين أيضا ينص على فقرة بأن الرئيس الروسي يمكن أن يمنح استثناء لجهات أو دول أو شركات فيما يتعلق بتوريد هذه المنتجات النفطية الروسية في حال إذا ما ارتأى الجانب الروسي ذلك مناسبا لمصالحه. شكرا جزيلا لك من موسكو مراسلتنا أريج محمد.